علشان كذي كان الفويس توضيحي لبعض الناس اللي كبشروا اني انا ما حلل لكم لاني انا خايفة الله، انا انسانة محجبة، انا انسانة حط حجابي على راسي. تخيلوا الكومنتات انه والله زوز كل هذا وهالانهيار بالسناب علشان فيديو انت مطرشته بدون زينب الموسوي تكشف لأول مرة عن الفيديو الذي نشرته سهواً بلا حجاب وبوضع مخل مع زوجها. صراحة الفيديو هذا بناء على طلب وايد ناس قالوا زينب لازم تطلعين توضحين، لأن وايد ناس قاعد تسأل شنو صاير وشو السالفة، مع أنه مو لازم دائماً نوضح أو نبرر حق الناس، مو لازم نبرر لأن الإنسان هو عارف نفسه ومو كل شيء نبرر له نهائياً. لأول مرة بعد فضيحة نشرها فيديو حميمي مع زوجها، ظهرت الكويتية زينب الموسوي. طليقت الفنان الكويتي شاب جوهر وتحدثت بكل شفافية عن مقطع الفيديو الذي انتشر بالخطأ، لكن سرعان ما تم محوه. تخيلوا ما يعني الفيديو ترى كل هذا في الأحداث هذه في دقائق، زين بس انتو تدرون سرعة انتشار الشيء لما احنا ننزله في السوشيال ميديا، وانتو تدرون ما شاء الله بعد هم ينطرون، فيعني الأنظار كلها ها زينب شنو نزلت، ولا لا سمح الله نزل شيء بالغلط، وهالمرة منزلة فيديو بالغلط، فانهرت من البتشي قاعدة أقول عطوني فتشة. وفي التفاصيل، فقد ظهرت زينب الموسوي في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص في سناب شات، أوضحت فيه ما حصل إذ قالت أنها وكأي امرأة تحب أن تتصور مع زوجها بأوضاع حميمة. اللي صاير بالضبط ان انا كنت معزومة على عرس واحدة من زميلاتنا في الدوام، وكلنا متفقين نروح عموما على عرس. لبست خلصت وكذي عند الباب، كنت ابي اتوكل على الله ابي اروح، رفيجاتي ناطريني، فصورت حق ريلي وكان هو قاعد يكلمني، كان يقول لي زينب الفيديو ما وصل. قلت له بلا طرشت لك، كان يقول لي الفيديو ما وصل. قلت له شلون ما وصل؟ في هذه الأثناء، شوفوا ثواني، في هذه الأثناء وأنا قاعد أقول له طرشت لك، هو يقول لي ما وصل ما في شيء. هني السناب بلشوا شنو يكتبون، ألو ألو زينب، ألو زوز زينب منزل فيديو بالغلط، ألو. أما عن الفيديو فقد كانت قد تمت دعوتها إلى عزومة وقامت بأخذ فيديو لها وهي من دون حجاب لترسله لعائلتها، إلا أنه عند اتصالهم بها يسألون عن المقطع دخلت للتحقق إلى من أرسلته، فوجدت نفسها قد نشرته على سناب شات حيث بدأت الإشعارات بالتهافت عليه. لوني أحذف الفيديو، الله يخليكم لا أحد يدق. قعدت أبكي، شلون ما أبكي وأنا نزلت صورتي بالغلط؟ شلون ما تبوني أبكي وأنهار؟ شلون ما تبوني أتكلم بحرقة قلب وأنا أول مرة بحياتي أنزل صورة لي بدون حجاب بالغلط؟ لا وبروح عرس يعني معزومة حالي حال أي بنية تلبس تنعزم، وأي بنت أو أي امرأة تصور مثلا حق ريلها.